FM. الكلمة ليك. الملعب النابلي في الباسكيت نحكي على عراق، على التاريخ، على فريق ديما يعودنا بالتتويجات، تراجع على الأقل في العوام الأخرى، ونعرف ما صاير على الأقل في السوق اللي هو سبب أكيد مباشر وراء قلت تراجع فريق الملعب النابلي في مستوى التتويجات. نبدأ بالمرحلة الحالية، الملعب النابلي بداية الموسم كيفاش تقيمها؟ بصفة عامة بداية الموسم من حيث النتائج نعتبرها بداية الموسم موافقة، 4 انتصارات في 5 مقابلات. نزلنا نرجع معنا للظروف اللي بدأت بها بداية الموسم، معنا مغادرة عديد اللاعبين، تمت الانتدابات والبطولة قاعدة تلعب في وقت متأخر نسبيا، تتر هذا ما يرجعش معنا في وقت متأخر، معناها ما يدخلوش معاكم في التحضيرات، حتى عملية التأهيل متاعهم زادة باش تاخذ شوية وقت، دونك تفاصيل تعطل معنا. هي ظروف جات ما سمحتش باش يكون انتدابتكم بكري، على خاطر تعرفوا اللي الجلسة العامة صارت مخر شوية بارابور البداية الموسم، آخر جويلية تقريبا، البداية كان في أول أوت، اللي صارت بدأت ديريكتومو معنا أبري أون سومان دونترينمو، بدينا نشوف النقائص وحاولنا نعملوا الانتدابات اللازمة، وفقنا في بعض الانتدابات، معنا اللي يجمو يعوضوا بعض اللاعبين اللي غادروا، مازال بعض فما بعض الانتدابات زاد اللي ماناش فرحانين بها 100%، مازالوا ما خلطوش معنا لمرحله باهيه، مازال المستوى ما خلطش المستوى اللي حشدنا به، اما تتوقعوا كون المستوى يتحسن معنا مع قادم الجولات ان شاء الله يتحسن، وخاصه في ما يخص اللاعبين الاجانب، معناها الاختيار ديما يكون صعب، ونختاروا في لاعبين معناها عن طريق لي فيديو، عن طريق لي سي في، متابعه دقيقه معنا تكون متابعه دقيقه، اما مش تكون 100%، معناها تعرف المستوى الحالي اللاعب صعيب، لازم يجي قدامك في التمارين تشوفوا تجربوا باش تنجم تاخذ معناها اون فري دي معناها على المستوى الحالي نتاعو، فما بعض النقائص بتيتر افيك لو طون يتحسنوا، ويمكن زاد اذا كان ما وصلناش باش ننتدبوا اللاعب اللي حشدنا به 100%، يمكن يكون لجوء انتدابات اخرى، معنا لجوء الانتدابات اخرى لتدعيم بعض المراكز، فما نقائص توا في ملعب نابلي في مستوى بعض المراكز، حاولنا نتفاداو النقائص الموجوده قدر الامكان، معنا فما امكانيات ماديه، فما لاعبين مش متواجدين على الساحه، الناس كل عملت لي كونترا مع الجمعيات نتاعها، بعض الحلول معناها في بعض اللاعبين الشبان اللي من الصنف الاواسط ولا الصنف الاصغر، في بعض المقابلات تنجح العمليه، ما في بعض المقابلات صعبه يمكن تحتاج اللاعبين اكثر خبره، مازال الموسم مازال طويل، احنا مازلنا في بدايه الموسم، ما نجموش نحكموا 100% على جميع اللاعبين، وعندنا الامكانيات نتاع سرات ربي، معناها اذا كان مش حدش انتداب تاع لاعب اجنبي مازال عندنا الوقت باش نجربوا، سينو نبدلوه، وخاصه زاد حتى مرحله تو نقول بها، معناها فما سيرين تاع دي فيكتوار تقريبا 4 انتصارات، كانت هزيمه ضد فريق الاتحاد المنستيري متنافس جدي زاد على اللقب، دونك الخمسه مقابلات هذوما اكيد زادت باش تبني عليهم، معناها القدام باش تخمم ديما القدام، معناها شنو هو ناقصك، شنو لازم يتصنع بطبيعه الحال، احنا نقول انا ديما تو كمدرب وفي نفس الوقت كمحب وكبنادي، ملعب نابلي ما يجمش يكون في اخر الترتيب، ملعب نابلي حتى كان مش يشبب، حتى كان مش يدخل لاعبين جدد من صنف الاواسط، لازم موا يحافظ على الترتيب مشرف، لحد الان الحمد لله لاباس، معناها سيل ديفيت اللي كان اون ديبلاسمون ضد منافس جدي على اللقب، معناها يمكن كان في نابلي تبدل المعطيات الكل، باش نحاولوا ننافسوا لاخر معناها لحظه باش نكونوا ديما اموا في الاربع اوائل ان شاء الله. الاربع اوائل اكيد بالنسبه لفريق الملعب النابلي، وديما الملعب النابلي عنده البوتنسيال الكبير، فما الماده الخام موجوده، معناها خاصه في مستوى الصغار بالنسبه لملعب نابلي، النقطه هذه زاد اكيد عملتوا عليها معناها باش دعموا فريق الكبير خاصه. انا اونتر بارونتيز السنه اللي فاتت كانت تجربه سنة كمدير فني، كنت تابعت عمل الشبان ونعرف مدير فني مكلف بالفروع الكل، كنت تابعت شوية عمل الشبان، معناها قريب ليهم أبارتير من اللاعبين الأصغر، فما كالكو جور كيسون معناها رماركابل، اللي تقول السيد هذايا اللاعب هذايا كان شوية تأثير وبرشا عمل اللي يخلط يلعب في صفوف الملعب نابلي في الموسم هذايا في الأكابر،
ويفكتيفمون معنا في مرحلة التحضيرات كنت استدعيتهم ترناو مع فريق الأكابر، لعبوا في المقابلات الودية، فماش كون فرض روحه ولقى مكانه معناها بسهولة وبسرعة، وفما اللي قعد بشوية بشوية يكسب في الخبرة وقعد بروغريسيون معناها تطور. فما أربع لاعبين موجودين معناها في المجموعة مع فريق الأكابر اليوم عندهم امبوتونسيال معناها. شكون الأسماء هم نتاع؟ عندنا محمد الصحراوي، عندنا عمر عبيد، عندنا أكرم بن صالحة، كيف الزمني اللي هو كان لاعب في الأوسط أول عام في الأكابر، قاعدين يفرضوا في رواحهم، لعبوا شاركوا في المقابلات اللي فاتت، في بعض الأحيان تكون مقابلة صعبة شوية ويكون سكور سيري، نفضلوا وقتها يكون اللي لعب لعب خبرة فوق الميدان. واضح اكيد ان شاء الله ديما الملعب النابلي يبقى من الفرق المكونه والفرق اللي عندها ماده خامه كبيره برشا من اللاعبين. اللي دخلتنا لمرحله الشبان في الفريق، قلنا موسم هذا تقريبا اخترت بعض العناصر، عيطت لهم ناديتهم الكل لميتهم، قاموا بالتحضيرات مع فريق الاكابر، ومن بعد تم انتقاء بعض العناصر اللي قاعده اليوم. دونك عقلت مثلا نقول فما 30% من المجموعه الخامه نتاع اللاعبين نتاع الملعب النابلي، والنقطه دي زاد مهمه برشا للملعب النابلي، يعني في عوض ما تدخل خاصه في عامل برشا انتدابات ربما تكون متسرعة، نجم يخسر ملعب النابلي برشا فلوس، يعني ببناء النادي مع بعض التطعيمات الأمور تنجم تكون يعني على العال وخير بالنسبة للستاد نابلي. بطبيعة الحال ملعب نابلي قلنا احنا يلزم يكون في ترتيب مشرف، ما فيش كلام، نجموش نشبوا الفريق مرة واحدة وهكا السمعة متاع الفريق والبالمارياس متاعه ما يسمحش بشي يتراجع في الترتيب للمراتب الصفحة. اللاعبين الشبان مش يكون تدريجياً أشريكهم مع فريق الأكابر، ومن طوال لازم نحافظوا على النتائج، معناها ما يكونش على حساب النتائج، والدور يكون تدريجيا دور ثانوي الأكثر تقايق الدور أساسي إن شاء الله في المواسم القادمة، في بروغريسيف ما في الموسم هذا في المواسم القادمة واللي قادرين باش يلعبوا على يلعبوا أدوار معناها أساسية ويرجعوا معناها الفريق المكان. ما نتخموا في إدماج اللاعبين هذوما في فريق الأكابر تدريجيا باش غدوة ياخذوا المشعل على ربما على اللاعبين الموجودين توا في الملعب النابلي، واللي متألق أكيد باش يكون عنصر بارز في الملعب النابلي مع المحافظة على استقرار النتائج، لأن اسم الملعب النابلي في النهاية يعني خليكم ديما تلعبوا في موقع متقدم، ديما فريق متنافس بالنسبة للملعب النابلي. بطبيعة الحال احنا الهدف تاعنا كان واضح منذ البداية من الهيئة المديرة والإطار الفني، كنا معناها تحدثنا حاولوا نكونوا برمي معناها الأربعة مرحلة البلاي أوف، هذه حاجة لا شك فيها نحاولوا هذاك يكون الهدف الأساسي متاعنا، والهدف الثانوي متاعنا اللي شفنا معناها صعوبة انتداب اللاعبين معناها والمبالغ، معناها النادي مش قادر باش كل مرة مش ينتدب معناها عديد اللاعبين، ولكن النابل معروفة كمدرسة، معناها بإمكاننا إدماج بعض اللاعبين تدريجيا، وهذا معناها كان من الأهداف متاعنا. الهدف الثاني معناها سنة نلعبوا مرحلة البلاي أوف، والهدف الثاني هو إدماج بعض اللاعبين اللي عندهم إمكانيات كبيرة إن شاء الله في المستقبل باش يعمل عليهم الفريق في السنوات القادمة. هذا معنى الهدف اللي رسمتوه مع الهيئة المديرة، تكملوا في الأربع لونين في المراحل الأولى ومن بعد محاولة تمشيوا أكثر ما يمكن في الشامبيونان، كيف زاد في الكيس، رسمتوش هدف ربما الحصول على تتويج بالنسبة للملعب النابلي السنة، ولا تلعبوا وتقدموا مردود باهي تاخذوا المرتبة اللازمة ومن بعد كان جا تتويج مرحبا ما جاش. الهدف باش يترسم لازم الإنسان يعرف إمكانياته الحقيقية، احنا نعرفوا إمكانياتنا الحقيقية ولازمنا نحطوا أهداف معقول ومقبول، نعرفوا الفرق المنافسة متاعنا شنو اللي عنده وشنو اللي ما عندهش، ما نحطوش هدف ما نكونوش نحلم نكونوا واقعيين، الهدف متاعنا شنو نكونوا بارمي لي برومي، هذا ما فيش كلام. الهدف اللي أكبر وأثمن حسب ريان هو إدماج بعض اللاعبين الشبان اللي مش ياخذوا المشعل. البطولة سيسورات تري ديفيسيل معناها باش تتحصل على اللقب، لأن المنافسة كبيرة ومعناها انتدابات كبيرة صارت في الجمعيات المنافسة. الكأس يقعد ديما عملية القرعة اللي تحكم، القرعة يتلعب على جزئيات، الكأس يتلعب على جزئيات ومقابلة واحدة نجم نهزموا أي فريق. البطولة اون فافير لو ماكسيموم باش نوصلوا معناها لأكثر ما يمكن. بالنسبة للفرق المنافسة تقريبا اعتمادات مالية كبيرة برشا، كي نحكيو اليوم على نجم الراتس الاتحاد المنصيري النجم الساحلي نادي الإفريقي تقريبا رباعي هذا اللي في
في النهايه هو الرباعي اللي تنافس تقريبا في ضم اللاعبين وضخ اموال كبيره برشا. وحتى في عمليه الانتدابات قلت ساعات الملعب النابلي انتدابات ربما ما نجمش يدخلهم على اعتبار الغلاء نتاعهم. الرباعي هذا والملعب النابلي هل قادر الملعب النابلي يعني باش ينافسهم باش يحرجهم باش يلعب معهم الند للند ويكون منافس جدي معهم، ولا ترى يكون الملعب النابلي يجي في مرحله ثانويه بعدهم يلعب الكره وفي نجم يخلط معهم يخلط؟ لا في مرحلة ثانوية ليه الملعب، لا مش مرحلة ثانوية كملعب نابلي نقولوا لا في كنتائج معناها بصفة عامة. لا المجموعة اللي عندنا قادرة باش تعمل مفاجأة ضد أي فريق، ونقول احنا قراب برشا معناها وإن شاء الله نزيدوا نقربوا بروغريسيفمون، لازمنا نزيدوا نخدموا أكثر، قراب برشا للمستوى نتاع الأربع الفرق اللي قلتهم أنت، بتاتر نفوقوهم في بعض الحاجات زادة أفيك لو تون بتاتر كان نخلطوا معناها، خاطر العديد من اللاعبين اللي جاوا جدد في وسط الفريق معناها وكان يتم معناها نجدوا الطريقة المثلى اللي مش يلعب بها الفريق في دون كيلك سومان انا ريفرا ما نعرفش نكون منافسين حقيقيين مش نفاجئوا برشا جمعيات معناها المجموعه باهيه مجموعه طيبه جدا ان شاء الله ربي يوفقنا ونخدموا اكثر باش نجموا نخلطوا ننافسوا مع اي فريق ان شاء الله. الياس الغالبي مدرب فريق الملعب النابلي باش نفسحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار بعد الياس باش نرجعوا نحكيوا على الملعب النابلي ابرز النقائص اللي تراها موجوده في الفريق واللي ممكن اذا كانت موجوده اليوم نحكيوا على ملعب نابلي يرجع لسالف الامجاد نتاعو. الكلمة ليك